السلام عليكم. إذن في الفيديو غادي نقدم لكم تصحيح ديال الجزء الثاني من مباراة كلية الطب الأسنان سنة 2017 بالدار البيضاء. الجزء الثاني فهو يهم مادة الكيمياء. ما تنساوش تابوناو في لاشين، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش الجميع يستفد. إذن غادي نبداو التصحيح على بركة الله. التمرين رقم 1، مزيل الرواسب لجهاز تحضير القهوة. دونك مزيل الرواسب التي يتكون اساسا من حمض لاكتيك سي 3 اتش 6 او 3 وفعال ضد رواسب كربونات الكالسيوم. دونك غادي نختصر هنا الجملة. دونك يوجد محلول مزيل الرواسب تجاري في هذا في قارورة على شكل سائل، حجمه 100 ملل وكتلته الحجمية هي 1.13 كيلوغرام بار لتر. تشير الورقة الوصفية لهذا المستحضر الى ضرورة صب محتوى القارورة بكامله في خزان جهاز تحضير القهوة وإضافة الماء. دونك حجم المحلول المزيل للرواسب المحصل عليه هو 0.6 لتر وتركيز حمض اللاكتيك المذوب هو 1 مول بار لتر وقيمة بي اش هي 1.94. دونك عطاونا الصيغة نصف مشروع الحمض اللاكتيك والكتلة المولية ديالو. السؤال الأول، تركيز حمض اللاكتيك المذوب في المحلول التجاري لمزيل الرواسب هو. دونك هنايا فدرنا عملية تخفيف. دونك عندنا الحجم الاولاني البدئي هو 100 ملل، التركيز ديالو هو اللي كنبحثو عليه. الحجم النهائي هو 0.6 لتر والتركيز النهائي هو 1 مول بار لتر. دونك غنديرو علاقة تخفيف. عندنا سي بريم في بريم، سي بريم هو اللي كنبحثو عليه هنا، في بريم هي 100 ملل والسي فوا في راه عندنا. دونك حنا كنبحثو على سي بريم، دونك هي سي فوا في على في بريم. سي 1 مول بار لتر، الحجم عندنا النهائي هو 0.6 لتر والحجم البدئي هو 100 ملل. دونك هادشي كيعطينا هو 6 مول بار لتر اللي هو الجواب بي. السؤال الثاني، تحتوي قاروره 100 ملل للمحلول التجاري المزيل للرواسب على. دونك هنا بغينا الكتله ديال الحمض اللاكتيك اللي كاينه في 100 ملل. دونك هنا غادي نخدموا بالعلاقه ديال كمية المادة والكتلة. دونك عندنا كتلة كمية المادة في الكتلة المولية وكمية المادة هي سي بريم في بريم داكشي اللي عندنا في 100 ملل. دونك عندنا سي بريم اللي حسبنا، الحجم عندنا هو 100 ملل اللي 0.1 لتر والكتلة المولية هي 90، وبالتالي فالكتلة اللي كاينة في 100 ملل هي 54 غرام. بالتالي الجواب الصحيح هنا هو دي. السؤال ثلاثة، يحتوي المحلول التجاري المزيل للرواسب على نسبة كتلية قدرها. دونك هنا ملي نشوفو البورسونتاج ماسيك يعني النسبة الكتلية ديال حمض لاكتيك في هاد القارورة. المهم حنايا عندنا الكتلة اللي كاينة في 100 ملل هي لقيناها هي 54. غادي نحسبو دابا الكتلة ديال المحلول ديال يعني الكتلة ديال المحلول التجاري اللي هي الحجم ديالها 100 ملل. دونك البورسنتاج ماسيك هو الكتلة على ديال حمض اللاكتيك على الكتلة الكلية ديال المحلول التجاري اللي هي سميها ام بريم في 100. دونك هذه هي 54 غرام، قلنا هي 54 في 10 ناقص 3 كيلوغرام، و ام بريم هي غو فوا في. دونك الى بغينا نحسبو الكتلة هي الكتلة الحجمية في الحجم. دونك عندنا هذا غو هي 1.13 كيلوغرام بار لتر، وهادي غادي نحولو على اللتر اللي هي 100 في 10 ناقص 3، كلشي غنضربو في 100، بالتالي كتعطينا هي 47.8% اللي هو الجواب بي. السؤال 4، يعتبر مزيل الرواسب الذي يتكون اساسا من حمض لاكتيك. اذا حمض قوي لانه فعال ضد الرواسب، حمض ضعيف لانه قابل للتحلل، حمض ضعيف لان اش 3 اصغر من 1، حمض ضعيف لانه غير اكل، او الجواب اخر. المهم حنايا عندنا باش يكون الحمض قوي فإلا خصنا نقارنو التركيز ديال الايونات اش 3 بلس مع تركيز السي. فإلا لقينا تساوي فهنايا فالحمض قوي، لقينا صغر منه فهذا يعني بان الحمض ضعيف. حنا عندنا التركيز ديال اش 3 بلس هو 10 ناقص بي اش اللي هي 10 اس 1.94 اللي هي 1.15 10 اس ناقص 2 مول بار لتر. وعندنا التركيز حنايا ديال الحمض اللاكتيك هو 1 مول بار لتر، وبالتالي فتركيز على اش 3 بلس فهو صغر من السي. هذا يعني بان الحمض هنا لا يتفكك كليا، يعني ان الجواب صحيح هنا هو السي، ان الحمض ضعيف. السؤال 5، تفاعل حمض اللاكتيك مع الماء
دونك غادي يكون تفاعل محدود، بما ان دونك هنايا تفاعل محدود لان تركيز اتش 3 بلس هو 1.15 10 اس ناقص 2 مول بارليت. نقدر نحسبو تاني نسبة التقدم النهائي اللي هي طو سي، دونك هذه كتعطيك 1.15 10 اس ناقص 2 اللي هي صغر من 1 او لا 1.15%. دونك بالتالي هنا الجواب الصح هنا هو سي. السؤال 6، دونك التركيز الفعلي النهائي في المحلول للمزيل للرواسب. دونك ديما في المحلول ديال الحجم ديالو 0.6 لتر. دونك هنا حمض لاكتيك او لا اي لاكتات. المهم هنايا بالنسبه لاي لاكتات هو التركيز ديالو هو التركيز ديال اي لاكتات بلس اللي هي 1.15 10 ناقص 2 مول بار لتر. وبالتالي ف الجواب الصحيح هنا هو دي. تتميز المزدوجة حمض لاكتيك أي من اللاكتات بثابتة حمضية. دونك نحسبو ثابتة الحمضية. ثابتة الحمضية هي اش تخوا بلس وكاري على سي ناقص التركيز على اش تخوا بلس. دونك إلا عوضنا كتعطينا 1.13 أس ناقص 4. وبالتالي الجواب الصحيح هنايا هو أ. السؤال موالي دونك ستة وقيلا شو هذا تمنية. السؤال تمنية، دونك النوع المهيمن للمزدوجة في المحلول. دونك انا باش نعرفو النوع المهيمن خصنا نعرفو البي كا ا. عندنا بي كا ا هي موال لوغ ديال كا ا اللي هي 3.86، وعندنا البي اش هو 1.94. عندنا بي اش دونك صغر من بي كا ا، وبالتالي فالنوع المهيمن هنا هو الحمض. بالتالي الجواب الصحيح هنا هو ا. الجواب الصحيح هنا هو ا يعني حمض لاكتيك. ندوزو للتمرين الثاني، دونك تصنيع مركب كيميائي. دونك عندنا يتم الحصول على المركب الكيميائي سي انطلاقا من تفاعل الانواع الكيميائية ا و بي حسب معدل التفاعل. دونك عندنا ا و بي كيعطينا سي زائد الماء. دونك هذا التفاعل استرا غادي يكون حمض مع كحول كيعطينا استر زائد الماء. دونك حيث المتفاعل بي يعني حمض كربوكسيلي، في اللحظة البدئية انا خليت كمية من يعني خليت متساوي المولات من تفاعل ا و بي. يتم ضبط درجة الحرارة إلى 25 درجة سيلسيوس. تمثل الوثيقة الجانبية الصيغة نصف منشورة لمركب سي يعني الصيغة، والمنحنيين موافقين لتطور كمية المادة ديال بي وديال سي. دونك المنحنى واحد غادي يكون هو ديال الاستر هو المتكون الناتج، بينما المنحنى جوج فهو غادي يكون ديال الحمض لأنه هو المتفاعل، يعني كمية المادة ديالو كتنقص، ديال الاستر فهو كيتزاد يعني كمية المادة ديالو في تزايد، وبالتالي هو المنحنى رقم واحد. عطاونا الكتلة الحجمية ديال الأستر. دونك السؤال الشراء، دونك المركب الكيميائي سي المصنع، دونك هل هو ثنائي أستر؟ بطبيعة الحال خطأ، ماشي ثنائي أستر. يمثل الأكسجين 9.8%، دونك هذا هو خطأ. هو بوطانوات الميتين، غادي نشوفو تسمية، 1 2 3 4. دونك عندي 4 ديال لي كربون، وبالتالي هو البوطانوات. وعندي هنايا كربون واحد يعني ميتيل، وبالتالي هو بوطون واحد ميتيل. الجواب الصحيح هنا هو سي. الصيغة نصف المنشورة لـ أ و بي. دونك باش نعرفو الصيغة نصف المنشورة يكفي أننا نقومو بكسر هاد الرابطة من جهة سي أش تخوا، هنا نضيفو أش وهذا غادي نعطيه أو أش، وبالتالي غادي يكون عندي الحمض هو فيه 4 ديال لي كربون أو أش، و الكحول هو غادي يكون فيه سي اش 3 مع او اش، وبالتالي غادي يكون الجواب الصحيح هو سي، يعني سي اش 3 او اش و سي 4 ديال لي كربون سي او او اش. الجواب الصحيح هو سي. دونك غادي تكون التسمية، دونك هذا التسمية هو الميثانول وهذا هو حمض البوطانويك. والسؤال الموالي، دونك جزيئات او بي، دونك قلنا الايثانول و عفوا دونك هو قلنا الميثانول و حمض البوطانويك. الميثانول وحمض البوطانويك اللي هو الجواب بي، الميثانول وحمض البوطانويك. السؤال 12، دونك نجعل تفاعل تصنيع كليا، يعني لجعل تفاعل تصنيع كليا، دونك استعمال خليط يعني يزيد كمية المادة شي خطأ، استبدال المتفاعل أو بالصودا كذلك خطأ، أنا تكون حل مقام غاش تكون استعمال عفوا تكون
شنو دونك قلنا اه هو الكحول مع حمض، دونك غادي تكون حمض قاعده ما غاديش يعطينا استر، ماشي تفاعل استر. زياده في درجه الحراره تبع خطا. استبدال المتفاعل ب يعني الحمض ب انيدريد الحمض، هذا هو اللي صحيح. دونك دي جواب صحيح هو دي، دونك انا المردود باش يكون التفاعل كليا. سؤال 13، زمن نصف التفاعل هذا التحول، دونك ناخذ هنا هادي هي ان اكس فينال، دونك هي 0.67 الى قسمنا على جوج هي 0.33، دونك هادي هنايا تقريبا غادي تكون هي 162 هنايا، دونك هي هادي هنا 500 تقريبا، نقولو الثلث الى قسمنا شي على 3 تقريبا هي 162، هي الجواب صحيح هنا هو ا، وما غاديش تكون وصلت 300، المهم فهي اقل من 300، دونك هي وكبر من طبيعة الحال من 50، دونك هي تي عندو 100. بالنسبة للسؤال 14، حجم المركب الكيميائي سي المصنع، دونك عندنا كمية المادة غادي نجبدو الكتلة ومنها غنجبدو الحجم، دونك عندنا الكتلة هي كمية المادة في الكتلة المولية اللي هي الكتلة الحجمية في الحجم ديال المحلول، وبالتالي إلا بغينا نجبدو الحجم هو كمية المادة في الكتلة المولية على الكتلة الحجمية. طب الحال انا غادي نكتب كمية المادة بالمول، كتلة بالجرام بار مول، غادي نخليوها بالجرام بار سنتيمتر كيوب باش تعطينا في الاخر بسنتيمتر كيوب اللي هو المليليتر، دونك هادشي كتعطيك 76.6 مليليتر اللي هي جواب دي. السؤال 15، دونك قبل دونك هاد التمرين 3، اعتبر تحولا كيميائيا منمجا بالتفاعل الكيميائي الذي تكتب معادلته على الشكل التالي، دونك اتنين ا زائد بي كتعطينا اتنين سي زائد تلاتة دي، حيث ليس من الضروري تحديد طبيعة الأنواع الكيميائية أ بي و سي و دي. حجم الخليط التفاعلي هو 37.27 مليليتر. مكنت القياسات المجهزة من إنجاز جدول تقدم التالي، دونك عطاونا جدول بكمية المادة ديالو، عطاونا الكتلة المولية ديال دي، دونك التقدم الأقصى لهذا التحول، دونك بالنسبة باش يكون عندنا التقدم الأقصى، إذا كان أ متفاعل محيط يعني كمية المادة يعني إكس ماكس غتكون هي 0.4 على جوج اللي هي 0.4 على جوج، إذا كان بي متفاعل محيط فكمية المادة ديالو غتكون يعني إكس ماكس غتكون هي 0.3 على واحد، وبالتالي الصغير فيهم هنا هو 0.4 على جوج، كبر صغر من 0.3، وبالتالي إكس ماكس هو 0.4 على جوج مول اللي هو الجواب سي. سؤال 16، نسبة التقدم النهائي لهذا التحول، دونك هي اكس فينال على اكس ماكس، و اكس فينال غنجبدوها مثلا اما من ا ولا من بي، دونك ناخدو ديال بي نورمالمون، هنايا كمية المادة ديال بي اللي هي 0.25 كتساوي كمية المادة البدئية ناقص اكس فينال، دونك هي وبالتالي الا بغينا اكس فينال هي كمية المادة البدئية ناقص 0.25، دونك وبالتالي هي 0.05 علاش على 0.20 اللي هي 0.25، جواب صحيح هنا هو بي. السؤال 17، تبدا التوازن كم موافقة لمعادلة التفاعل، دونك تبدا التوازن غادي نحسبوها، دونك هنا من بعد السؤال أ جواب أ تتعلق بالتركيب البدئي للمجموع فهي لا تتعلق بالتركيب البدئي، لا تتعلق بدرجة الحرارة خطأ فهي تتعلق بدرجة الحرارة، بقى لنا نحسبو القيمة ديالها، دونك هنايا هي نورمالمون ك هي كم هي التركيز ديال دي اس 3 فوا التركيز ديال سي اس 2 على التركيز ديال بي فوا التركيز ديال ا اس 2، دونك هنا التركيز هو كمية المادة على الحجم عطاوها لنا، دونك هي 0.1 على في لو تو كاري، 0.15 على في لو تو كاري نفس الشيء، دونك هنا إلا حسبنا شي كتعطيك 1.08، الجواب صحيح هنا هو دي. سؤال 18، التركيز الكتلي الناتج دي هو، دونك التركيز الكتلي هو الكتلة على الحجم ديال المحلول، والكتلة هي كمية المادة في الكتلة المولية، دونك عندنا كمية المادة ديال الناتج دي هي 0.15، والكتلة المولية ديالو هي 102، والحجم عندنا هو 37.27 مليليتر، دونك هي 0.15 في 102 على 37.27 على 10^3. شي كيعطينا 410.5 غرام بار لتر، وبالتالي التركيز الكتلي هنايا هو جواب دي، جواب صحيح هو جواب دي. السؤال 19، نسبة التقدم النهائي لهذا التحول، اقتراح أ تتعلق فقط بالتركيب البدئي
للمجموعة، ماشي التركيب. المهم كاين التركيب البدئي ولكن ماشي بوحدو، تنخفض قيمتها مع التخفيف، لأن نسبة التقدم النهائي فهي تزداد مع التخفيف، تتعلق بثبات التوازن وبالتركيب البدئي للمجموعة. هذا هو اللي صحيح، عندها علاقة بثبات التوازن وبالتركيب البدئي للمجموعة، لا تتعلق بدرجة الحرارة طبيعة الحال. دونك ما عندهاش علاقة بدرجة الحرارة، فعندها علاقة بكمية المادة البدئية وثبات التوازن. دونك الجواب صحيح هو السي. السؤال 20، تفاعل تحلل البروتين الذاتي الماء. المهم تفاعل تحلل البروتين الذاتي الماء فيه تفاعل ديال جوج ديال جزيئات الماء باش كيعطينا H3 بلس مع الماء، وهو تفاعل محدود. دونك تيكون بسهمين، دونك المعادلة ديالو هي هادي، دونك هي بي. دونك الجواب الصحيح هنا هو بي. وبهذا تنكونو وصلنا للتصحيح ديال مباراة كلية طب الأسنان الدار البيضاء سنة 2017، الجزء الثاني منها اللي هو مخصص لتصحيح مادة الكيمياء. ما تنساوش تابوناو في لاشين وبارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم. لفرصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.